العاصمة السويدية ستوكهولم انعقدت الدورة 26 لمهرجان ستوكهولم الدولي السينمائي الذي عرض خلاله أكثر من 190 فيلماً من كل أنحاء العالم. أغلب الأفلام ناقشت موضوعات الهجرة وتأثيراتها الإنسانية. من بين المشاركات العربية فيلم 3000 ليلة للمخرجة الفلسطينية مي المصري، وفيلم على حلة عيني للمخرجة التونسية ليلى بوزيد، وفيلم ديغرادي أو الصالون للمخرج الفلسطيني عرب ناصر، والذي كان أيضاً أحد أعضاء لجنة التحكيم في المهرجان. وبعد 12 يوماً حافلاً بالعروض السينمائية المميزة، أسدل الستار على مهرجان ستوكهولم السينمائي بحفل توزيع جوائز الحصان البرونزي لأفضل الأفلام المشاركة في المهرجان. فاز فيلم أقوى من القنابل أو Louder Than Bombs للمخرج النرويجي يواكم تريبر بجائزة أفضل فيلم. كما فازت الممثلة السويدية أليت أوكهايم بجائزة النجم الصاعد. مراسلنا عمار سعد من السويد وفانا بهذا التقرير. Festivalen är i år består av 190 filmer från 70 olika länder. Och under 12 dagar så kommer vi visa över 500 visningar på nästan 12 biografer. Så att det är ett väldigt stort upplägg. Och dessutom så har vi 70 internationella regissörer som kommer in från hela världen. Så för mig så är Stockholms filmfestival ett fönster mot världen. Att kunna ta del av så mycket olika kultur. Och jag vet att i biograferna här så kommer inte bara svenskar, utan man kan också se filmer på 70 olika språk. De är ju inte dubbade. Film är ju en av vår tids starkaste uttryck, och för mig är det väldigt viktigt att man kan använda det till att lyfta upp och jobba med antirasistiska frågor. Och det är därför vi har det här temat i år, migration. تقوم تعالي وجمع فتانة صافتي قاعد بستوكهولم مع فيلمي الجديد 3000 ليلة اللي عم يشارك بفعاليات المهرجان، فمناسبة كتير حلوة بالنسبة لي أني التقى بالجمهور السويدي والعربي المقيم بالسويد، وأنه نشوف الفيلم مع بعض ونتناقش مع بعض، فهي بالنسبة لي شغلة كتير حلوة. إيش مكتوب؟ ما خليت شي ما عملته، رفضيني يفرجوا عنها. لازم ندعي لأدراب الليلة. 3000 ليلة قصة أم بتولد ابنها بسجن وبتكافح لتربيه خلف القضبان مع بقية السجينات. من خلال هذا يعني من خلال تجربتها بتستمد القوة إنها تستمد الأمل. فموضوعه مبني على تجارب حقيقية لسجينات فلسطينيات بسجون الاحتلال الإسرائيلي. فيلم شارك بعدة مهرجانات من تورونتو للندن لإسبانيا، أخذ جائزتين لهلأ. الناس تأثروا كتير، سألوا أسئلة كتير، يعني هذا اللي كنت أنا يعني بتمنى أنه أقدر وصل رسالة إنسانية، خاصة بالأوضاع اللي عم نعيشها هلأ، وبيهمني كتير أنه الناس تحس فينا وتتأثر وتطلع يعني تحس بالأمل الموجود عند الناس، خاصة بفلسطين بالذات.
أول مرة يعني نجي لسكندنافيا و يعني مشاركة حلوة أول مرة، ونحس أنه الجمهور مش متعود أنه يشوف أفلام عربية، وهذا حلو أنه يكتشف الجمهور سكندنافي فيلم عربي على الشباب في تونس، ولكن الشباب أنه يمثل الشباب العربي بصفة عامة، وأنه يكتشف في نفس الوقت الموسيقى اللي في الفيلم. قوم مبروك يا بنتي، قوم قوم. الفيلم يتحدث على فرح اللي هي شابة عمرها 18 سنة تحصلت على شهادة البكالوريا وترغب أنها تدرس الموسيقى وتغني في فرقة روك، فهي تتسارع مع أمها بنجم تغني، وثم نتبعوها كيف يكون الصراع والموسيقى في المجتمع التونسي اللي هو، وثم في النظام اللي هو كان نظام بن علي اللي هو يعني مش ممكن للشباب أنه يتكلم ويتحدث وينقد البلد، والغنايات في الفيلم تنقد البلد. 3 أيام أخرين الفيلم باش يتعرض في تونس لأول مرة، لأنه الفيلم بدأ حياته في البندقية في فينيز، وبعد ذلك مشى في مهرجانات كبيرة. اليوم أنا موجود هون في مهرجان ستوكهولم في كجزء من الجوري للكومبيتيشن، أفلام الكومبيتيشن، وموجود كمان معي فيلم ديجرادي اللي حينعرض في سيكشن الورلد زون. وانت وين بعدك لهلا؟ هو مجنون؟ ممكن قولي لي شو بيصير؟ شو بتستني؟ رينيالي خليه يجي ياخد أقساط من هون. فيلم ديجرادي بيحكي عن صالون تجميل في 13 مرأة بهذا المكان، واللي بيتم حبسهم بهذا المكان بسبب مشكلة ما بين الحكومة برا وعائلة مسلحة. ف13 مرأة كادوا أن تتعرض أرواحهم للموت بسبب أسد تم اختطافه من جنينة الحيوانات، والأجهزة الحكومة تحرر. كان العرض الأول كان له في مهرجان، كان في أسبوع النقاد، ومن بعد هذا المهرجان تم أرسلوا لك كذا مهرجان في العالم. كمهرجان ستوكهولم مكان كتير عظيم، أول مرة أنا في ستوكهولم هون، وعكس كل احتراف. Very, very happy, and I was so excited that I forgot to speak English, so I spoke Swedish all the time. But I'm so grateful, and I'm so happy, and yeah, I will go to Cannes, and I will have amazing opportunity to meet people and to meet like different directors, and it's a lot of possibilities, of course, and to have like international meetings. So it's very, very nice. I think it's a really, really nice festival, and it's very nice arranged everything. And I think it's a very important festival, and this year's theme was really, really important. Now, like especially how the world is today, so.